تعتبر شركة ألاسكا من أولى الشركات المصرية في صناعة الديب فريزر الذي يتميز باستخدام فريون صديق للبيئة وباب منحني بالنسبة للديب فريزر ألاسكا الرأسي، كما أن يتوفر به موتور يعمل بدون ضوضاء وموفر للكهرباء وإنذار ضوئي عند ارتفاع درجات الحرارة ووجود عزل سميك ونظام ديفروست الذي يعمل على إزالة الثلج تلقائيا والنظافة القوية وجسم معالج ضد الصدأ. يعتبر الديب فريزر ألاسكا من الأسعار الاقتصادية والملائمة لفئات متوسطة الدخل، وهو الأمر المعروف عن ماركة ألاسكا المتخصصة بشكل أساسي في الثلاجات والديب فريزر. هنتكلم دلوقتي عن أفضل وأحدث أنواع الديب فريزر من ألاسكا في السوق وأسعاره. ديب فريزر ألاسكا W رأسي 3 درج ستيل ستيل 135 لتر لونه فضي، يعمل بنظام ديب فروست، موتور قوي ويتحمل الخدمة الشاقة، الباب شكله بومبيه، الفريون الخاص به صديق للبيئة ومزود بمفتاح تبريد سريع، يتميز بعزل سميك وموفر للكهرباء، يوجد به إنذار ضوئي يعمل عند انتهاء درجات الحرارة، والجسم مصنوع منه مقاوم للصدأ. سعره 3299 جنيه. ديب فريزر من ألاسكا نو فروست رأسي W 5 درج 135 لتر لونه بني، يتميز بتقنية منع تكون الثلج ويعمل بنظام نو فروست ولديه ضغط هواء متين. أما الباب مصمم بتصميم منحني به زر التجميد الشديد، وأيضا يمتلك طبقة عازلة سميكة وبه إنذار ضوئي يعمل عند ارتفاع درجات الحرارة. الجسم المصنوع منه مقاوم ضد الصدأ. سعره 4344 جنيه. ديب فريزر رأسي من ألاسكا W 4 درج 184 لتر لونه فضي، يتصف بعدم تكون الثلج بداخله، يتميز بضغط قوي ويتميز الباب بتصميم منحني ويوجد به زر لعملية التبريد السريع. أيضا يمتلك طبقة عازلة سميكة وموفر للكهرباء، يحتوي على إنذار ضوئي يعمل عند ارتفاع درجات الحرارة. الجسم المصنوع منه مقاوم ضد الصدأ. سعره 4444 جنيه. ديب فريزر من ألاسكا ديب فروست 5 درج 242 لتر لونه أبيض، عرضه 60 سنتي، ارتفاعه 154 سنتي، عمقه 65 سنتي. يتميز الموتور بالخدمة الشاقة والباب تصميمه بومبيه، يحتوي على زر لخاصية التبريد السريع، يحتوي على عزل سميك موفر للكهرباء، يحتوي على إنذار ضوئي يعمل عند ارتفاع درجة الحرارة. الجسم المصنوع منه مقاوم ضد الصدأ. سعره 4238 جنيه. ديب فريزر من ألاسكا W أفقي 335 لتر لونه أبيض، يعمل بنظام ديب فروست، يتميز الموتور بالخدمة الشاقة وتصميم الباب بومبيه، يحتوي على بطانة داخلية مصممة لحفظ الطعام، يتميز بإضاءة داخلية أوتوماتيكية، الباب يحتوي على مقبض مزود بمفتاح لغلق الباب، يحتوي على عزل سميك موفر للكهرباء وإنذار ضوئي يعمل عند ارتفاع درجة الحرارة. الجسم المصنوع منه مقاوم ضد الصدأ. سعره 5444 جنيه. ديب فريزر من ألاسكا W أفقي 208 لتر لونه أبيض، يعمل بنظام ديب فروست، يتميز الموتور بالخدمة الشاقة والباب شكله بومبيه، يحتوي على بطانة داخلية مصممة خصيصا لحفظ الطعام، مزود بإضاءة أوتوماتيكية من الداخل، يحتوي على مقبض مزود بمفتاح لغلق الباب، يتميز بعزل سميك موفر للكهرباء، يحتوي على إنذار ضوئي يعمل عند ارتفاع درجة الحرارة. الجسم المصنوع منه مقاوم ضد الصدأ. سعره 3169 جنيه. ديب فريزر من ألاسكا رأسي W 4 درج 184 لتر لونه بني، عرضه 60، ارتفاعه 130، عمقه 65. يتميز بضغط قوي يعمل على منع تكون الثلج بداخله، والباب على شكل منحني ومزود بزر للتبريد السريع وبه طبقة عازلة سميكة موفرة للكهرباء، يحتوي على إنذار ضوئي يعمل عند ارتفاع درجة الحرارة. الجسم المصنوع منه مقاوم ضد الصدأ. سعره 3844 جنيه. ديب فريزر من ألاسكا نو فروست رأسي W 7 درج 160 لتر لونه فضي، عرضه 60، ارتفاعه 154، عمقه 65. مصنوع من المعدن، يتميز بأنه يعمل بخاصية نو فروست، مزود بموتور الخدمة الشاقة، الفريون المستخدم آمن على البيئة، يحتوي على زر مفتاح للتبريد السريع ومزود بعزل سميك موفر للكهرباء، يحتوي على إنذار ضوئي يعمل عند ارتفاع درجة الحرارة، والمعدن المصنوع منه مقاوم ضد الصدأ. سعره 4855 جنيه.
ديب فريزر من ألاسكا رأسي W 5 درج 242 لتر لونه فضي، يتميز بأنه مقاوم لتكون الثلج، يحتوي على ضغط هواء محكم ومتين، وتصميم الباب على شكل منحني مصنوع من المعدن، يحتوي على زر التبريد السريع ومعزول بطبقة سميكة موفرة للكهرباء، يحتوي على إنذار ضوئي يعمل عند ارتفاع درجة الحرارة، الجسم المصنوع منه مقاوم ضد الصدأ، سعره 4238 جنيه. في فريزر من ألاسكا أفقي W 265 لتر لونه أبيض، عرضه 102 سنتي، الارتفاع 89 سنتي، عمقه 67 سنتي، مصنوع من المعدن، يعمل بنظام ديف روست مزود بموتور الخدمة الشاقة، الباب مصمم على شكل بومبيه مزود ببطانة داخلية مصممة لحفظ الطعام، يحتوي على إضاءة أوتوماتيكية من الداخل ومقبض مزود بمفتاح لإحكام غلق الباب، يتميز بعزل سميك موفر للكهرباء، يحتوي على إنذار ضوئي يعمل عند ارتفاع درجة الحرارة، الجسم المصنوع منه مقاوم ضد الصدأ، سعره 4295 جنيه. هنتكلم دلوقتي عن مميزات الديب فريزر من ألاسكا. 1- موتور قوي يمنحك تبريد ذات كفاءة عالية. من أهم مميزات ديب فريزر ألاسكا هي موتوره القوي الذي يمنحك تبريد ذات جودة عالية جداً، وتمكنك من الاحتفاظ بالخضروات والفواكه واللحوم من الموسم للموسم. 2- سهل الاستخدام بسبب تصميم أدراجه الرائع، يتميز بأنه يمتلك العديد من تصميمات الأدراج في الجهاز الواحد حسب الموديل، مما يجعله سهل في الاستخدام ومتعدد أيضاً. 3- موفر للكهرباء، يعتبر واحد من أفضل الأجهزة التي توفر كهرباء، وذلك لأن جسمه يحتوي على مادة عاسلة سميكة، مما تجعله يحافظ على درجة حرارته لفترة طويلة جداً، وبالتالي استهلاك أقل بشكل كبير للكهرباء. 4- إضاءة داخلية متميزة تضيء كل ركن في الديب فريزر، حيث يصل إليه الضوء ليسهل عليك رؤية الطعام بداخله وتنظيمه بكل سهولة ويسر. 5- جودة خامات الأدراج والأرفف عالية، خامات الأدراج الخاصة به والأرفف ذات جودة عالية، وتستطيع أن تتحمل كميات كبيرة من الطعام وبأوزان ثقيلة دون أن يحدث لها أي خدش. 6- الطعام لا يلتصق بجسم الفريزر بفضل المادة العازلة، خاماته الداخلية تحتوي على مادة حديثة لا تجعل الطعام يلتصق بجسم الدرج أو الديب فريزر حتى يكون سهل الاستخدام. 7- يحتوي على خاصية التجميد السريع، حيث تستطيع أن تجمد الأطعمة في خلال نصف ساعة فقط أو أقل في حالة تفعيل تلك الخاصية. 8- به إنذار في حالة ارتفاع درجة حرارته، تحتوي بعض موديلات الديب فريزر من ألاسكا على إنذارات ضوئية أو صوتية في حالة ارتفاع درجة الحرارة حتى تقوم بفصله عن الكهرباء، فقد يكون بحاجة إلى راحة عدة ساعات أو هناك خلل داخلي، وهذه الميزة تجعلك تحافظ عليه وتجعل عمره الافتراضي طويل، وهي ليست موجودة في كثير من الأنواع الأخرى. 9- تصميم مثالي لاستغلال جميع المساحات، التصميم الخاص بالديب فريزر مثالي ويجعلك تستغل جميع المساحة التي بتغله، فمثلا تصميم الباب الخاص به منحني مما يجعل هنالك سعة أكبر داخل الديب فريزر، وأيضا متواجد باللون البني الغامق الذي لا يملكه أي نوع آخر. هنتكلم دلوقتي عن عيوب الديب فريزر من ألاسكا. 1- مدة ضمانه قصيرة، مدة الضمان الخاصة بالديب فريزر ألاسكا تصل إلى 5 سنوات فقط، وهي مدة قصيرة مقارنة ببعض الماركات الأخرى. 2- كثرة الاستخدام تحتاج لتغيير إطار الباب، مع كثرة الاستخدام ومرور أكثر من عام قد تحتاج إلى تغيير الإطار التي تفصل بين باب الديب فريزر وجسمه، وذلك لأنها تلين مع الوقت. 3- قطع غياره ليست متوفرة بسهولة، وقد تكون غالية الثمن بعض الشيء مقارنة بالماركات الأخرى. وبكده تكون عرفتم كل المعلومات عن أفضل وأحدث الديب فريزر من ألاسكا وأسعاره ومميزاته وعيوبه. أتمنى أكون أفدتكم وتقدروا تختاروا النوع اللي يناسبكم بأقل وقت ومجهود، وأكيد هتختاروا الأفضل. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتابعوني.